ضربت الفتاة القاصر دنيا الرقم القياسي في متابعاتنا البوليسية لها هذا الموسم لبرنامجنا، وها نحن أمام مستجدات مهمة في قضيتها التي نتابعها للمرة الرابعة على التوالي. وفي كل مرة كان حرصنا يزداد لإنقاذ دنيا من استمرار التشرد والإذلال في الشارع رغم العقبات، حتى أنهينا المهمة بمبادرتنا في البحث عنها وإعادتها إلى مركز الأحداث الذي هربت منه. وبعدما كنا قد أفدنا من مصادر خاصة أن عائلة دنيا قد تبرأت منها، عدنا لنتلقى اتصالاً من سيدة تبين أنها والدة دنيا. هي ما اسمها دنيا، هي اسمها ريم ك... ويا ما مضبينا من الشوارع ومن المخافر تقعد جمعة جمعتين وتهرب، يا ما هاجم علي قدام العالم كله، ويا ما بتعمل فينا فضايح. أنا كنت قاعدة ببيت عاملة فيني العمايل تحت، قمنا طلعونا رمونا بالطريق. هي كانت بدار الصليب بتاخد دواء أعصاب، يا ما بداخلة على دار الصليب وبتاخد دواء أعصاب. هي ما البنت بسيبها انفصال بالشخصية، أربع مرات جاي حبلها، آخر ولد قلت لها تعي يا ريما خدي هذا الدواء لسقتك فيه، قال لا بدي إياه. هي بدها ولد، إذا بد بنتي خطفتها، إذا ابن بنتي خطفته، إذا بدي إياها ترجع تقعد معي حترجع نفس النغمة، خليها بالمصلحية، بالمصلحية أحسن لإلي وإلكم. أنا ما ناقصني كل يوم يقولوا بنتك مع فلان وبنتك مع علان، بسمت أبوها فلتت البنت. من وراء مين؟ من وراء أخون اللي من أبوهم، لأنه بنت بصر عمرها 10 سنين زتها بالطريق. معقول إنه أم تكره بنتها؟ أنا حب علي أن تنضب بالشارع، لا يجي نصيبها بيجي بياخدها، صح ولا لا؟ بس هي ما بدها. دنيا واقع حياتها، ظروف معيشة أهلها وتركيبة الواقع الاجتماعي اللي بتعيش فيه وتشردها بيؤدي فيها لمشكلات كبيرة. يعني أنا حاضر شخصياً أكثر من مشكلة هي وأمها بالأمنية، كانت تطاول على أمها بتقوم بضربها رد عنها، وكثير بتحب التشرد. يعني هذا الواقع وصفه مهم والوقوف معه مهم، بس الأهم هو نجد حل مشكلة الدنيا. وبعتقد بلبنان وبالمخيمات في أكثر من دنيا. فهل تعود دنيا المتواجدة حالياً في الأحداث إلى حضن والدتها؟ أم أنها اختارت حياتها الجديدة بعيداً عن أجواء العائلة لأسباب خاصة بها وحدها؟